السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا مش عايز أقول لك ما تخليش بوسي ويمين طلاقها اللي رميته على جوزها في فرحها يشغلك، ولا خناقة شيرين وحسام حبيب وبناتهم اللي دخلوا على الخط برضه تشغلك عن قضية مهمة جدا. طبعا غير الكذب والسرقة والنهب طبعا اللي بيعمله السيسي ونظامه وحكومته، لكن النهاردة حصل حاجة بتبين لك فعلا ميزان العدل في مصر رايح لفين. النهاردة القضاء المصري الشامخ حكم حكمين على شخصين مختلفين تماما. محمد الأمين اتحكم عليه 3 سنين سجن المشدد طبعا قابل للطعن، والشخص الثاني هو المهندس يحيى عبد الهادي، ده اتحكم عليه ب4 سنين. طيب 1-3 و1-4، طب نعرف التهم ولا بلاش؟ نعرف الاشخاص الاول. محمد الامين طبعا عارفين ده حرامي من حراميه مبارك ثم السيسي الى اخره، وملك بقى مجموعه قنوات كتيره وافلام وعنده مصانع وشركات، ليله كبيره، رجل اعمال من الناس اللي هم الهليبه الكبار. اتحكم عليه بقى بتهمه ايه؟ اتحكم عليه بتهمه الاتجار بالبشر وهتك عرض 7 فتيات. كان عامل طبعا عارفين الموضوع ان هو كان عامل دار للايتام وبتاعه، وكان بيجيب فيهم البنات الصغيره، هتك عرض 7 منهم طبعا، والوقائع اثبتت ده والقضاء اثبت ده، وفي الاخر حكموا عليه ب3 سنين سجن المشدد قابل للطعن بالمناسبه. طيب مين هو المهندس يحيى عبد الهادي؟ المهندس يحيى عبد الهادي ده كان احد افراد النشطين السياسيين المعارضين لنظام مبارك، كان في حركه كفايه، بعد كده ما تاسست الحركه الوطنيه الديمقراطيه، الحركه المدنيه الديمقراطيه برضو كان احد المؤسسين ليها. تم اعتقاله بعد احتفالات 25 يناير في 2019، لان الحركه المدنيه الديمقراطيه طلبت ان 5 منهم اعتقلوا لانهم كانوا نازلين بيحتفلوا بثوره 25 يناير، فتم اعتقالهم. فدول كانوا مجرد بيطالبوا بالافراج عن ال5 افراد دول او ال5 اشخاص اللي هم 5 من اعضاء الحركه، فتم اعتقاله فجرا من بيته بالمناسبه، وهو الى حتى الان مسجون، واتحكم عليه النهارده ب4 سنين. 4 سنين بتهمة نشر أخبار كاذبة، يعني 4 سنين لنشر أخبار كاذبة، يعني الكذاب ياخد 4 سنين، واللي هاتك عرض الفتيات 7 فتيات بياخد 3 سنين قابلين للطعن. يعني أنا مش هتكلم كتير، أنا بس بعرض عليكم الحقيقة دي عشان خاطر إيه ما نروحش لحتت بعيدة، ففكروا فيهم كويس وشوفوا ميزان العدل في مصر رايح لفين. سلام، وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم أحمد الأسد.